أكدت القمة الخليجية الأمريكية بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرياض التزام الجانبين بتعزيز الأمن العالمي وتوثيق العلاقات الاقتصادية. وقد أكد عدد من الخبراء في قراءتهم لتوقيت وظروف انعقاد القمة واستشرافهم لنتائجها على أن القمة الخليجية الأمريكية تأتي تأكيدا على علاقات الشراكة الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، وتهدف إلى تحقيق عدد من المصالح والمنافع المتبادلة القائمة على علاقات تعاون وثيقة في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية من خلال تطوير العلاقات التجارية، حيث تعد سياسة الإدارة الأمريكية اقتصادية بالدرجة الأولى، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي شركاء اقتصاديون كبار ومهمون لأمريكا، وهو ما يحقق مصالح ومنافع متبادلة عبر توقيع عدد من الصفقات. هذا وبحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ودونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقعت اتفاقيات تاريخية بقيمة 400 مليار دولار على مدى 10 سنوات تساهم في خلق آلاف فرص العمل في أمريكا والسعودية. وتشمل هذه الاتفاقية الإعلان عن مبيعات دفاعية للسعودية بقيمة 110 مليار دولار. وللحديث حول القمة الخليجية الأمريكية بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الرئيس الأمريكي، معنا السيد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. مساء الخير سيد عبد الرحيم. مساء الخير عليك وعلى مشاهدينك الكرام وعلى أهلا بك. بداية، كما تعلم عكست القمة الخليجية الأمريكية مدى عمق الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. برأيك كيف يمكن الاتحاد الغرف الخليجية الاستفادة من نتائج القمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد بأن القمة الخليجية الأمريكية يعني جاءت في فترة جدا مهمة، خاصة بالنسبة لموضوع القطاع الخاص في دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، وفتحت آفاق كبيرة من أجل توسيع التعاون ما بين القطاع الخاص الخليجي ونظيره الأمريكي. ونحن من خلال هذه القمة طبعا سنعمل مع اتحاد الغرف الأمريكية US Chamber of Commerce على تنظيم أكبر منتدى اقتصادي خليجي أمريكي في شهر أكتوبر القادم في الدوحة بدولة قطر، والتركيز على نتائج هذه القمة خاصة في الجوانب الاقتصادي، وفتح أيضا مجالات التعاون في موضوع التعاون في المجالات الصناعية القائمة على التكنولوجيا ونقل المعلومات وأيضا التقنية، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البحرين وبين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. سيد عبد الرحيم، لو جينا للتحديات الاقتصادية التي تواجه دول مجلس التعاون في ظل انخفاض أسعار النفط، كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم جهود دول الخليج في تنويع اقتصاداتها؟ بلا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك منظومة كبيرة من الموارد والإمكانيات الاقتصادية، وأعتقد الولايات المتحدة من خلال القمة الأمس والقمم الماضية والعلاقات التاريخية تستطيع أن تلعب دور كبير في تنويع مصادر دخل دول مجلس التعاون، خاصة في موضوع إذا تكلمنا بالتحديد عن الثروات الطبيعية، فممكن إقامة مشاريع وصناعات تكميلية بدول مجلس التعاون تحقق الفائدة للجانبين، وهو تصنيع وإعادة تصنيع المواد البترولية وغيرها، وفتح مجالات جديدة أمام التكنولوجيا الأمريكية. أيضا النقطة الثانية بأن الولايات المتحدة الأمريكية متقدمة في مجال المؤسسات الصغيرة المتوسطة، ولدينا قاعدة كبيرة من المؤسسات الصغيرة المتوسطة ممكن إدماجها ما بين الشركات الأمريكية والخليجية. نحن هنا فقط نعول على الجانب الأمريكي أن يعمل أكثر ويوسع علاقاته أكثر مع القطاع الخاص، وأن يستفيد أيضا من الثروات الطبيعية التي تتمتع فيها دول مجلس التعاون والأسواق المرنة، خاصة في الظروف الحالية اللي احنا فيها. أعتقد التقنية الأمريكية جدا متطورة، وأنا أعتقد الدخول معهم في شراكات سيخلق كثير من الفرص
التجارية ناهيك عن الخدمات الأخرى، المجالات التعليمية والتدريبية. إذا ركزنا أيضا على موضوع التصنيع، التصنيع الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات كثيرة خاصة في مواضيع ما تتعلق بالبيئة وتتعلق أيضا بالصناعات في السيارات وغيرها من الخدمات. نعم سيد عبد الرحيم، الحديث عن حجم التبادل التجاري، كم يقدر حجم التبادل التجاري الحالي بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، وما هو متوقع بعد القمة؟ أنا أعتقد حسب الإحصائيات اللي موجودة ومتوفرة تبلغ الحجم التجارة البينية بين أمريكا والخليج حوالي 126 مليار دولار. طبعا هذه بزيادة يمكن حوالي 8% في عام 2015 حسب الإحصائيات المتوفرة، وأيضا الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي التوقعات هناك أن تتوسع خاصة بعد توقيع العديد من الاتفاقيات أمس مع المملكة العربية السعودية وما يتبعها من توقيع اتفاقيات متنوعة، وبالتالي فالرقم قابل للزيادة في نوعية وحجم الصادرات والواردات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون ودول الخليج العربية. نعم السيد عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، شكرا جزيلا لك. على هامش اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، وقعت حكومة مملكة البحرين 3 اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة إجمالية بلغت 62 مليون و300 ألف دولار أمريكي. وأكد معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية أن المشاريع التي سيتم تمويلها من خلال الاتفاقيات سيكون لها دور حيوي في تعزيز الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة شبكة الطرق وزيادة معدلات الانسياب المروري من خلال تخفيف الضغط على المحاور المرورية القائمة، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الحياة اليومية للمواطنين. في خبر آخر، انطلقت فعاليات منتدى المطاعم والضيافة في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بتنظيم من شركة كولينير أند بيوند ودعم هيئة البحرين للسياحة والمعارض والتمكين، وذلك لبحث أبرز الصعوبات التي تواجه رواد الأعمال في هذا القطاع. وقد أكد المشاركون في المنتدى على أهمية قطاع الضيافة كمورد متجدد يحقق الاستثمار فيه إضافة نوعية للاقتصاد الوطني ويساعد في تنويع مصادر الدخل، مما يتطلب تقديم المزيد من الدعم لرواد الأعمال البحرينيين. وبحسب إحصائيات هيئة البحرين للسياحة والمعارض، فإن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تصل إلى نحو 40%، مما يدل على النمو المضطرد الذي يسجله قطاع المطاعم والضيافة على مستوى المملكة. طبعا جدا مهمة هالنوع من الفعاليات اللي تقام على أرض البحرين، وهذه يعني شيء يساعد المطاعم ويساعد أصحاب المطاعم في يعني يبلورون أفكارهم إلى حقيقة. وإحنا في هيئة البحرين السياحة والمعارض دائما نحاول إن إحنا ندعم هالنوع من المبادرات على أساس إحنا نبي نشوف النمو في هالقطاع. والله أهداف الفعالية هذه هي لخلق البيئة المناسبة لطرح الأفكار الجديدة الموجودة في قطاع المطاعم والضيافة، بالإضافة إلى طرح الصعوبات اللي موجودة والآلية المناسبة لحل هذه لمواجهة هذه الصعوبات، بالإضافة إلى أن هذا القطاع فيه مستقبل واعد، والبحرين من البلاد اللي هي تعزز السياحة وتبذل جهد في أن هي ترفع نسبة الوعي المستثمرين ورواد الأعمال في هذا القطاع. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. المفوضية الأوروبية تغرم فيسبوك 110 مليون يورو بسبب خدمة واتساب.
نواصل النشر مشاهدينا مع أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، حيث شهدت معظم البورصات الخليجية ارتفاعات بنسب متفاوتة باستثناء سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية. ونبدأ مع الرابح الأكبر بورصة قطر، حيث كان المؤشر أغلق عند مستوى 10134 نقطة بارتفاع طفيف نسبته 0.84% عن معدل الإقفال السابق، مدعوما بنشاط أسهم قطاعات الاتصالات والبنوك. أما بالنسبة إلى بورصتي دبي وعمان فقد أقفلتا بزيادة نسبتها 0.11% مدعومة بنشاط أسهم قطاع العقارات والمال. ونتحول إلى بورصة الكويت التي أقفلت عند مستوى 6474 نقطة، أي بارتفاع نسبته 0.21% عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لقوة التداول على أسهم قطاع الخدمات المالية، في حين سجلت بورصتي السعودية وأبوظبي تراجعا كما تلاحظون متأثرة بضعف التداول على أسهم قطاعات العقارات والطاقة. أما بالنسبة إلى بورصة البحرين مشاهدين، فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1308 نقاط بارتفاع طفيف قدره 0.03% عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع التأمين. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 10,929 سهما بقيمة إجمالية تجاوزت 1,804,000 دينار، حيث تم تنفيذها من خلال 54 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع التأمين، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 83.68% من القيمة الإجمالية للأسهم، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1068 نقطة بانخفاض قدره حوالي نقطتين عن معدل إقفاله السابق.